Okay. Our next speaker will be joining us live from Assyria. He is an Assyrian activist in Iraq who will discuss the current attempts to wipe the Assyrian national identity in the Assyrian homeland. Being born in Iraq, he has witnessed the destruction and vandalism of Assyrian monuments and human rights abuses against Assyrians living in northern Iraq. Please join me in welcoming our guest speaker, Mr. Khlapieel Bnyameen. سلام الأخوان إقارة لقالي قد أديوم يوما شوتوبة وانعموخون بنوني وبنات أمتي قولوا مادة يومة آشر أون بقيام نبيه The Young Assyrians قو أطرت أستراليا سيدني آني ونخلب إل بنيامين همزومة وانعموخون هدية من مديتة أربل غدا من مديناتي تشعيتاناية تاريخاية أتلن أخدا أمتا أين ديرة تشعيتا ديول تمانية البيشنة تمل طوري إن واجو قلعة أربل قد آفيديوت هدية همزومة وان أموخون قد تكبرن والي وزرزن والي من تامة وهمزمن ومن قلعة أربل قالوخون قد مغزيين و شيبتت هيايوتا أطوريتا دخيلة لخا أنا جو قلعة أربل وعم قلتت باشمتا قابوت خكمة الله تين سبابي تو قناية لمصيلا قد تكبرخ لأ فيديو إينا إجت أخني هم زمخ بوت شبتت هيايوتا أمتن يعني شبتت هيايوتا أطوريتا بخشاون شاروية لا من قلعة أربل قلعة أربل إلا خدا قلعة أخت متخري ديرة تشعيتا ديول تمانية ألبي شنة أين تناسا قم كمادانا قم خامتخا مصلوية لخريبورت ومغزوية لا قد قلعة أربل إلى أومشكنا قاما يدبرنا شوتا قدية تاول قدية دنيا يعني من لخة دو شوفة آنتي وهمزومة قاو إلى أوشوفة قاما يدبرنا شوتا شوريتا بشكانا قدية كل دنيا إن أديوم يوما إن خامن بنونة أمتن إكتي لبخايا أديوم يوما أجد بصلاي للبث طوسي إن إيربورت أربل وبرخش لقى قلعة أربل قد خزيلة قلعة أوهاتي قلعة تيلة بنيو بابا وساون مو بتخزي بكل بشمتة لي خزي قدوة منيو خاتة تويدنا قلعة لي خزي خا خبرت أطورايا جو دي قلعة مدخورنا قد أي قلعة تاريخ ديو انتشعيتا ديو إلى من شوال 8000 شنة إينا ماني لبنيو ليلة بيش تدخرتا قدية قلعة إيتن غدا شخلبتة مرضوثة أنا يقارننا مسخ أمرخلة بلشانة عربية إبادة ثقافية ين جينوسايت مرضوثانيتا إيتن الضية قلعة مخا شروية لأخمارن شيبتة هيا يوثة ديا قدية قلعة بتمشخخ بث أتقي أتيرتوثة قرديتا أم كل خبا وإقارا قا قردايت بخايخ عمي إينا أم كل قلتت بشمتا شلطانة إديوم يوما إيلي لخاقو دي بنيتا ليلي بيا وأو إقارة قجاني قميتا وخرتا قالا أخا عما شرشايا تتلي شواء البيشنة قدي أرأى توصل الإتقي وشيبتة إتقي ديا إينا رابي وأو ملوئة إلى رابا رويخة ورابا قورة لي ما صخ قد مخلي قو الصراين خمسة سر دقيقة إينا بتجربن بكل كريوتا أختي خكمة نقزي أنا نقاية تخرنو قالو خن قد مو قوومة لبرش أمتا ديا لخا قو أرأة أوهاتي آثر بتنهرن عراقة إديوم إديوم يوما إتلن خشوبة إلي خنس أول شوبة أنا وخخورة قم خشبتا إخوة خنس مو غزيلا غزيلا قد شق من شمطيات إتول الدوى شوبة الإتقديا إن أبي قلة أبي طوبي مخينا الإتقديا وشميطي ومخروي وأني كله إتلن شكل الله ويدير دوكيومنت إتلن فيديوس الله بتبرسي قرب دانا منا منه إن آزخ شوبة تاريخية تشعيتناية إتلن أينتي للوخة ملكة صنخيرو جو طورة زاوة ملطايا يعني مع الثايا
قدوة شوفة بتمشخخ قم ترشن من هدية رشيمة وآتت قرداي يعني آتت قليمة اليوم يوم بقراينا كردستان رشيمة خرطة من سابق أنا أم خدا كنشتا يودا عيتا يعني بالخخوة جوميديا بضانو إيواروش ودلن خا فيديو من دوا شوفة وقريلا لكل طوكاسة تولاي قد آتي خازي خجارة الدية جينوسايت مرضو تنيتت اديوم يوما اتقن واينا دوخة قد هو جينوسايت سبب شق من برناشة اثوراية اديوم يوما ورخو الجينوسايت ان امو خمشي شن زودة ان اب اتقن ببياشنا شيبه تريقاي بشلور شيمة بيضخ بشلور شمتا بيضخ تقرداي الدن اتقي هل قدتي لخا يهلا اطلايا وقم شايبلو هل هدية ايت المخروياته شيبتت هيا يوتن ليلة أختيجو أتقي شيبتت هيا يوتن إلى أبجو الراتة قد منشي تتقلبو أتصام وإشتيوخا الراتة ديان جو متواتت أطوراية جو قرب يتعراق بياشينا زبطنة ولا أختي زبطنة إينا مبلخة خا خيلة تهاوي بوش قلول من خيلة قانونة قطوصة إجد خائلة شيخة خا عشيرة يعني ريشة خدا عشيرة تقرداية بتاي لو زبطوني اللي خدا قرت أطوراي جونالا ينجو سرسنك ينجو برور ينشوفاني بريشة بريشة قرب عراق أو أطوراي ما ردي أرقى التيلة أي أرقى دي خاشي للكورد قد برخشي للكورد قد كيز دي مقرولة جو كورد وآمر أي أرقى إلى دي ومزبط لقد أرقى إلى دي كورد بشقالة لأو بوسقانة يعني بشقالة لأو ديسيجن قد أي أرقى إلى أطوراي إينا ماني بمجوج لأو قانونا ماني بمدير أي أرقى الدو أطوراية تيل أرقى زبطنتا هيتشخ من شي تتقلبو أطامو اشتوخا أخت متخري هل إديوم يوما اتلن زودة من 5-8 متواتي زبطنة أراتي بشواود بخايخ عمي بكل إقارة ومبش منتلا قد هل إديوم يوما خشرايا لتنوي يلدنا قصة أراتي مدخورا وبد أربل قد اقدخا اطوراية من قالوتا يعني من دياسبورا بتايلة القرب العراق وشو بقاما يتصالي قاوي الى ايربورت اربل ايربورت اربل بنوني وبناتة امتي الى خارة اتزروتة ناشت عنكاوة بني امتن قو عنكاوة اي ارى بشتل الزبطنطة وهل اديوم يوما لينا بر حاقوتة ارى ينبر ارى بارى قا دن أكاري قرب بمطاينة قرب من خمشي هل شوي أكاري أي أرد إيربورت دينا بنية إيربورت الله قد بريلو بخا أرخيتا ين بخا زوزة ين مودي بتهاوي قبوت هدخا قجدريات إيتن الأمت ديان إينا رابا لخا مخت متخري قدمت ديان ودقيقة كرية إلى رابا زامت بدراشة أخني بقراية وخ أنا إيوان خمن دن أسكولاية خمن دن يالوبي اتمدرشياتي اتمقريينا لشانا سوريايا ين لشانا أطورايا من شيتا قاميتا هل برقتين من شيتا من كلاسة من صدرة قامايا هل صدرة دترسر أنا إيوان خمن دن أسكولاية تقريم بلشانا تقاني كل ملوئي ما بشمنت لقالي أخا أسكولاية قد بلشانا تقاني قطلا ينقارن قاطولة اتقمت ديا قد تشعيت الدي وبلشانة قاني قد اديوم يوم قطوصة اخترابة من نخون شميانا قد بطر يركا ديا مر بنيا من شمون وخفاقودة امتنايا خرمزة امتناية اتلا اديوم يوم بياشي لمقرية سمكو شكاك قاطولة بطر يركا ديا اخا قبارة بقراية وخ بقراينا بنونة وبناتة أمتا ديان قو مدرشيات تقاني وبلشانة تقاني أنا مدياني بشواق أنينا خخقاي قد تشوشارة لمشخخ تلقخلي صورة وشوقخلي أرى وجوجخ داعش ين آيسيس مخرول الإتقن إينا داعش تيلي قطلاء أربشني وخشلي إينا إيتن خكمة شلطاني اديوم يوما همزومنا بشمن وشتوهورنا قد خامو ينينا اينا قشرارا اني لينا
قشدرياتي أخت متخري ليلة أختي جو أتقي ليلة أختي جو بدراشة ليلة أختي جو زبطنت أراتي إن إديوم يوما شريكوتا بولاتيقيتا ديان أخدا أمتا أطوريتا إديوم يوما إتلن خمشا كرسية جو بارلمنتت بغداد وخمشا سيتس ين كرسية جو بارلمنتت كي آر جي وب أي شريكوتا بولاتيقيتا ليلة بياشا خميتا إديوم يوما ممتلانه ات امت الدين اطيق امه مني اينا من بنونه امتن اينا بيش سنيده بيتشواون ان من شيعة ان من قردايه ومت بخيل الامت الدين قد اودي ممتلانو تصوت اطوري الدين واومندي الى الرب من خبانه قالا قد اديوم يوما خالق ريا خالت لي سهدوتا قد أود لي ممتلانوتا ممتلانوتا تخعمت ديرة تشعيت الشواء البشنة وآون تريهم زمياتي لي يطيهم زمقو بارلمنت وآود عوزايا يعني ديفنس يعني دفاع الزدق دي أخا عما شرشايا قد وأطرع قد لا مري خلنا رابا وجرب قد منهم زمتي بي كريوتا وقرت علي ممودي لي قد أخني نطرخ الهيا يوتن أمتنيتا آثوريثا يعني آشوريثا اديوم يوم أخ إلى خا من دي تقارك قبل خلي قد دياسبورا ينقالوتا ديان إلى خيلانتا تخمنياتي كلاسيكاية هما شي أمري أتبلطلي من شي باسي إنا اديوم يوم ليلة هدخا آون تبليطي لي ممكن هاوي خا علتا تخيلة قالي أنا اديوم يوم بخاين لخا رابع أرخاتي إتلن قد أخني مخامخ الجان إن بأرخات ميديا سوشيال ميديا وأنا إتلي خانسيانا جو دامندي قد إديوم يوم مرخوطة ونخا باتا جو فيسبوك إلى يودعيتا خدش متقالة جو ربلن أنا أم خايح لسورة قد صوتا ديا منطخلة بلشانة عربايا إن أنا هم زومن بتبرمن سمالة هل إديوم يوما لينا مودية بيو أخاق طل عما تيا الأم تديا شي تتقلبو وتصمو تلايت لا وبسبب دوق طل عما إديوم يوما أمتي من مليون وشتأم ألبي تخوى شي تتقلبو وتصمو تماني وشوى إديوم يوما واي وخ أمو إسري ألبي أختماري لبرايوتة أطرت بريطانيا إديوم يوما تخمنت ان جارك هويا دخي نطرخ لان امو اسري البي من قمد بصري سبب يشتجو ارقت ابهاتي لخا الى ان نقيتا ابن اتلن عليمه كشيره طنانه اتلو شو شاطي امتنايه موترانه قا امتديا جو جالوتا رابا جاي همزمخ قد اخني يتنطلمي الله انا انا مخوب امر كما جروبه وخ يعني كما جاروبنا عليما اتقمت ديان جو قالوتا قد ازل امرخلا بدينا تويليتا يعني بدينا اغدانيتا يعني دي انترناشنال كورت قد كوز ديان مقرويلة تاما اخا كوز امتانيتا من سبب انا اخا اطرايا اقد برخشن الخا كورت اطريتا دي و اي كورت ليلة يا وهقوتا دي جو خا قصة ايضا انا اتلي هقوتا قد ازن الانترناشنال كورت انترناشنال كورت انا بريان اتقاني اديوم يوما رابا ماسخ مبلغ خخلا قا صوتا ديا اخنا اتلان رابا من امواتي خيني اينا يا دوعي قبت اتقي بتبيشي مشدري من جيبت شلطانة دي قد آتي لخا وأودي بوصاي دي وخاميلو أن أتقت ليلة خاموية شلطانة بغداد ين شلطانة دقليمة قد أن تروينتي جاروبينا قد شيبيلا بخا أرخا من أرخاتي إديوم يوما إلى خا رياليتي قد أخني إيوخ مشيخاية ليوخ أطراية أو من دي جارك يطخلي إديوم يوما زد قد بياوينا قالا بياوينا أخا عم مشيخاية أين أتلن إقارة بمشي خيوتا ليلا نخبوتا قالا قد أخني إيوخ مشي خاية مدن خاية برونة إيتت مدن خاين بنونة إيتت مدن خا إينا منا منو أخني إيوخ أطراية أتلن زد قد خا عم شرشايا عمي ليلة شبيلة أمتي ليلة شبلتا قد إديوم يوم هاويلة خقليمة ين هاويلة خدا هوبركية ين بروفنس قدشت نينوي بخشاون داني ببراقلة
قد قد منا همزمتي إن بس ما لوخم بنونة وبنات أمتي فوكس ديان شق هاوي قد لاكت هاوي لخلف من توخانيشا اديوم يوما أطوراية خن ما توخن وخطوة توخن جو عراق ببلاخن الخترميتة شمو إلى محافظة سهل نينوى ين نينوى بلين بروفنس بخشاون أن نقيته لرابة قد بلخخ كل الدانيشة ومن دانيشة أخني من دا باصولتا شارخلو باصوليات خيني لا نيشن بربزخلة ورخاتن لامر وخخلو بخشاون رابة بوسباي لقالن قخامي تدن أمو إسري ألبي بيشانين لخا اتلن عليمة جوجالوتا ماصي بلخي قنطرتت هيايوتا أطوريتا ديان برابة أرخاتي اديوم يوما اتلن أرخاتي ضراية مودرن قد آني بلخي قخميتت ينطرت الدية هيا يوتا اديوم يوما خألتت خدوتي لا ينبسخوتي لا اقد آنا بدخن ايفون دي ومتشخن خفونت بلشان تقاني وشقل يول من خورواتي بلشان تقاني اينا رابع ننقيتي لا قد خكنشتت آتوراي اديوم يوما قوغالوتا ورابع بوش هسناي لا قالو خن تام قوغالوتا قد كما ممكنني لمورخل لشان جو جوجل ترانسليت جو اي او اس آنا مخوبن فتخن ايفون دي هاو بلشان تقاني اختود له قرداية من خير خاقو دو فيرجن خاتت اي او اس انت تخلي او فيرجن خاتت اي او اس بتمشخخ هدي ايفون كل وايلة بلشان قرداية لم بخشاوة الى زامت قومتا قد اديوم يوما كما طلقمت كسياتي اتلان تاما بخشاون وبزوزنا ايد وبكسبا ايد لم بخشاوة بت شقلة طيما رابا بخشاون داني ببراقي لو ليبين قد شقلا من ضنوخن بشرابا شق من يوم آشور هايو بريخ الكلوخون قلتت خدوتي وقالي قد شوت بنوا عموخون بأرخد سكايب وهايو بسيمة The Young Assyrians قانت بقيامينا بيدوى شوشاطة أمتنايا قخميتت هيايوتا ديا قزريتت رخشة وريشتة أمتنيتا قبناتي وبنوني قانت بخاينا قو أطرة أستراليا هايو تنرابة بسيمة وإقارة لقالي قد شوت بنوا عموخون بسيمة رابة Thank you, Khlapieel, for your inside information and for your love and dedication to the Assyrian cause. Now I'd like to call upon Mr. Albert Shlemon, President of the Assyrian Cultural and Social Youth Association, to introduce their documentary, Assyria A.D. Ladies and gentlemen, distinguished guests. Just over a year ago, ACSYA's Board of Directors met to discuss how our organization can assist our Assyrian community in the diaspora and maintaining our culture for present and future generations. As with any other indigenous group, Assyrian living outside of Assyria, the ancestral homeland, possess great risks such as social and demographic changes that reduce intergenerational contacts. Safeguarding the Assyrian identity and culture means ensuring its viability and continued transmission among present and future generations. Following months of research, our team put together a brilliant strategic plan and proposed an idea aimed at assisting the international Assyrian community in strengthening the transmission of this culture. An idea which was put forward to our local community organizations, and our religious institutions. The outcome of these consultations was promising, and the project was welcomed with a tidal wave of support. It was in this context that Assyria AD was born. Assyria AD, being a documentary, would play an important role in our community, wherever they may be, at maintaining our identity and ensuring its viability for the future. Within a short time period, ACSYA secured an impressive cast
of international experts in the field of linguistics and archaeology who agreed to partake in this monumental project. Through our strategic partnerships with some of the world's most celebrated institutions, ACSYA successfully acquired the latest research articles, commissioned the capturing of high quality photographic data of manuscripts and artifacts, which would play an important role as part of the narrative. Thanks to our research and development team, ACSYA was also successful in establishing a crew outside Australia, consisting of videographers and researchers in the Middle East. We have captured some truly breathtaking aerial footage to make Assyria A.D. a unique and stunning cinematic experience. Assyria A.D. promises to be a first of its kind, a documentary that chronicles the identity of the Assyrian people from past to present, beautifully presented for the first time in the world's largest screens. Assyria A.D. stirs passions so deep and explores the root of attachment to the land and will leave audiences moved. Assyria A.D. will allow our audiences around the world with a unique window into history and culture of the Assyrian people, a national story born in the cradle of civilization. A land forged by centuries of conflict during rise and fall of empires. Earlier this year, ACSYA released our first ever publication titled Assyria and the Assyrians, an illustrated post-empire timeline, a collaborative effort between our organization and the Assyria Institute. The objective of this publication was to provide our audiences with additional reading material, resources, and a glimpse into what is to come. I would like to take this opportunity to thank our donors, both locally and internationally, who believed in our vision, believed in what we stood for, and most importantly, believed in Assyria AD. Without you, we wouldn't have been able to work on such an important project that will produce long-term benefits for our nation. I would also like to extend my thanks to the Young Assyrian for the once again organizing a successful Assyria Day. I am pleased to announce that in the next month, ACSYA will be releasing the official trailer for the Assyria AD globally. Today, I present to you all with a scene from Assyria AD. I'm pleased to announce in the next month, ACSYA will be releasing the official trailer for the Assyrian AD globally. Today, I'll present to you all with a scene from Assyria AD featuring Dr. Nicholas Algilu, an ethnic Assyrian scholar and someone who has been a staunch supporter of our organization since its inception. Ladies and gentlemen, Assyria AD. The Christianization of Assyria was the process by which the minority cult of Christianity spread in what were then vassal states under Parthian and subsequent Sasanian rule. The available textual records paint a vivid picture of the Assyrians during the first centuries of Christianity. Dr. Nicholas Algilu is a leading Syriacist and has spent his career researching early Syriac texts from this period. Early Syriac traditions hold that particularly Saint Adde or Adeus Thaddeus, Saint Agge and Saint Mari were the three founders of what we know now as Syriac Christianity, as they went from the Holy Land through Antioch to Edessa, taking the message of Christianity further east to Assyria and Babylonia. Particularly important among them was St. Adde, who was considered one of the 70 apostles or 70 disciples
who were a larger group of Christ's disciples than the original 12 apostles, who took Christianity further afield than the 12 apostles as well. What we know is that Ade was sent by the apostles after Christ's ascension, as is written in Syriac texts, according to Syriac belief and tradition, and that he was sent to Edessa in order to convert King Abgar the Black and to heal him with an image of Christ made with no hands, called the Mandelion. That apparently was the result of a correspondence between King Abgar and Christ, which occurred before Christ's crucifixion, during his lifetime. The doctrine of Ade is considered to be one of the earliest Syriac texts, composed sometime between the 3rd and 4th centuries AD, recounting the events which took place at an earlier time, known to us as the Apostolic period. The doctrine of Ade informs us, Easterners with the appearance of merchants passed into the country of the Romans to see the miracles which Ade performed, and those of them who became disciples received priestly consecration from them. And in their own country of the Assyrians, they taught the sons of their nation, and they clandestinely built houses of prayer there secretly. The significance of this ancient document lies in the fact that it was copied from an earlier manuscript, possibly from the 1st century AD, and is considered one of the earliest references to the Assyrian identity. Now, the reference in this manuscript is quite significant because it clearly shows for us two facts. The first is that at this stage, there was a people, an ethnicity, that were known as Assyrians. The text does not tell us that these were people of a certain city or of a certain district, yet it talks about them as a nation, and it gives them that name in the Syriac text, the sons of their nation. And it also provides Assyria as a geographical reality. So this is the second significant detail that we obtain from this text. So the fact that Christ's apostles or converts to Christianity traveled to a region or a country called Assyria shows that it was a geographical reality and that people identified with this reality. Thank you. Hautum Basim Araba. Great. Thank you, Mr. Shlemon. Before we proceed to the panel session, I'd firstly like to call upon members of the Young Assyrians, Paul Warda, Narari Shaheen, and Tiglat Ramel, to come and present the Young Assyrian Awards. If I can call upon our keynote speaker, Professor Ephraim Yaldis, to receive an award today. Can I just say a word? Of course. My gift, I appreciate very much, but it's your presence here. Sharing this while with you is my best gift. So thank you again for inviting me and sharing this while with you. If I can also call our guest speaker, Mr. Peter Yohanna, to receive an award. So we'll now commence with our panel question and answer session. Peter, if I could just get you back on the stage, please.
هل أتراي أشوراي إيوة لالي هل دان تقروس لكم تويلة لشان أو مولف لبيان لشان دي أنا نل بخشاوة إي خامين دي قدايا ليلة دوس سب أشوراي دي وهم زم كل خامين دي آني متينو سب آني هم زم لشان بابي سام بار هذا ساونة وآدم وخاوة إي آبن عيلام إي هم زموا لشان أتراك أكما شن بار هذا شخلب لبتي لشان قاني آن دي لخطة قل لشان أتراي عرباي قتل لشان أشورايا وبريسا سب إي أمر تشئيتا أو لشان كم إيل عطيرة قدنية إل آها لشان أشورايا وبشلقة من دي ضيطة وناش بس تلقيلة إيها قوتة ودزوتة بس إيما ريبا على قوة يا بس الله بس ما كانوا الشوالة ديو As we do have people who do not follow it in Assyrian, I will try to do it in English if you don't mind. So, the question whether why we call our language Aramaic and not Assyrian is true, but we have to take into account two important points as far as the historical development of the language is concerned. You base your knowledge only on the biblical texts, but which is a very, very low part of the huge amount of, let's say, what the question is concerned. So don't limit it only whether it's only mentioned in the biblical texts. We deal with it from a linguistic point of view. The name Aramaic was regained again in Western world through the biblical texts. Biblisches Aramäisch was really created in Germany again. Schlösser was the first one in the from the middle of the 19th century onward, when all this archaeological study has started in a systematic way from the, let's say it started in the 18th, but then it developed really in the 19th. There were so many things that were not clarified. We did have only nuances or information was based on the biblical texts, on the Greek texts, and on our, let's say,